اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية على خشبه مسرح ابداع الموسم العاشر، ولسه الابداع مستمر. نتشرف ونجدد الترحيب باعضاء لجنه التحكيم الموسيقار الكبير هاني مهنا، الاستاذ الدكتور عز الدين طه، المطربه الجميله والمتالقه مروه ناجي. والآن موعدنا مع فرقة قرال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية. بقيادة المايسترو محمود أبو زيد.
لبر تاني ويجيبني شوقي أودي
عيني ليه كان ذنبي ايه من للفؤاد من للفؤاد بأي وسيلة بعيني العود فين الوداد ايه بس قصدك من العناد يرديك تعذيب الفؤاد يرديك تعذيب الفؤاد وحياة عيوني وحياة عيوني ترحمي من للفؤاد من للفؤاد يبقى وسيلة بعيني يعني حلال ولا حرام الهجر منك والخصام هو اللي يرميه الغرام هو اللي يرميه الغرام يهون عليكي يهون عليكي تعذبي من للفؤاد من للفؤاد يبقى أي وسيلة تبعي كده برضو يا قمر تصاحبني عالصغر كده برضو يا قمر تصاحبني عالصغر كده برضو يا قمر تصاحبني عالصغر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا قمر يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني صدقتك لما اقول انا بكره جاي تاني وهو بكره فتمنول منك حتى الأماني صدقتك لما قلت أنا بكرة جاي تاني وهو بكرة فات منول منك حتى الأماني كده برضو يا قمر تصاحبني عالصغر كده برضو يا قمر
تصاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا قمر تعرف دلوقتي مين يا حياتي بقوم صحابي اللهفة والحنين والسهد والعذابي تعرف دلوقتي مين يا حياتي بقوم صحابي اللهفة والحنين والسهد والعذابي بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا ونفكر فيك وانت يا قمر نموشنا كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا
أحسنتم يا مايسترو، أحسنتم. من الآخر الأول بقى، يعني صارني دي كلمات وألحان أحمد أشرف، هو اللي عامل، يعني هو اللي عامل الكلمات واللحن. جديدة دي، دي جديدة، يعني 16 كل واحد لحن كلمتين. معقول؟ والله كويس، والله انا بحييه، انا كمان احسنتم، احسنتم جدا، حلو قوي.
طبعا المدي الاولاني زي الفل. كان نفسنا يكون في شويه توزيعات كده وهارمونيا عايزهم. حرمتنا من الكلام ده، ان هم كويسين قوي الشباب، بنات وشباب زي الفل بجد. احنا بما اننا اللجنه كل حد فينا هيقيم حد من السوليستات اللي غنوا سولو. انا بالترتيب كده زياد، تبعيني ليه كويس يا زياد، يعني ما شاء الله، بس الدور ده قديم يعني، كويس ان انت استحضرته كده بشياكه وبشبابيه وما خرجش عن اللاين بتاعنا يعني. الحمد لله كله مظبوط، الانتي مظبوط، فاحسنت، احسنت يا زياد. الميكروفون معك. طبعا في البدايه بس بحيي المايسترو وبحيي اعضاء الفرقه الموسيقيه، الاساتذه الكبار اللي بيشرفونا، طبعا اساتذه كبار. وبخص بالذكر طبعا عازفه الكيبورد بتاعتنا الاستاذه الكبيره الجميله، ربنا يسعدها دي الصحه. احمد عبد الناصر يا عم، يا عم ذكرى. دخلت في حاجه صعبه ثقيله واغنيه صعبه اساسا، اختيار جميل جدا، بس كانت عايزه تحضير، عايزه مذاكره، عايزه اختيار توناليتيه، حاجات كده يعني. انت مختار حلو، استعدلها، استعدلها صح. العرب اللي بتقولها اصل انا لا اراديا هبقى سامع عرب ذكرى، لا يعني كانت عايزه تحضير منك كبير. طبعا بص يا ابني، موهبه وده برضك الذكاء بتاع الفنان، انا موهوب حلو، لكن اختار ايه دلوقتي وانا لسه ما بعرفش اقول العرب بتاعه المطرب الاساسي لسه؟ ما هو مش يعني، انا كنت لسه بنتكلم من كام يوم على حاجه اسمها سكن تسلم في اللغه العربيه، مش هعرف اقول التشكيل بتاع الكلمه اسكن، مش هعرف اقول العربه ما اقولهاش اقول ساده. فهي دي كانت النقطه اللي عايزه برضك بمساعده حضرتك، يعني كانت التوجيهات بتاعت حضرتك هي دي يا احمد. اختيار صعب حلو مصعب في أغنية تقيلة، بس أنت كخامة حلوة وجاية، فأرجوك نبقى عندنا الحتة دي، يا ذاكر على قد الأغنية، يا اختار أغنية بسيطة، يا إما أسكن أسلم، يعني ما أقولش العرب، خليني في السليم كده وأقول الحاجة سادة، بس أحسنت وأبدعت. مساء الخير يا مايسترو، مساء الفل عليكم. عايزة أقول لكم أول حاجة قبل ما هدخل أتكلم عن أحمد أشرف، المزيكا بتاعت سهرانين، تي تارارا تي تارارا تي تارارا، عايزه اقول لكم المزيكا انا حفظتها وعلقت معايا بجد، فاحسنتوا جدا 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 بجد، عجباني. وفيكم ميزه كمان الكورال، معلش سوري يا مايسترو، وانتوا بتغنوا مع بعض من بدايه الكورال صوتكم شويه قديم، يعني صوتكم فعلا كان حلو قوي والكونتراست بتاعكم يجنن. احمد يا اشرف، انت طالع مرعوب، مرعوب، انت طالع مرعوب، فعايزه اقول لك دايما خلي بالك من ركوزك وانت بتغني، واماكن بتقول العرب نظبطها، يعني هنقول عربه نكملها للاخر، ما نسيبهاش في نصها، لا كملها للاخر، حتى لو فلتت مننا بس يبقى اسمنا حاولنا، ما نسيبهاش. الاكسبريشن، انت تركيزك كله وانت واقف على المسرح، لان الغنى خلي بالك انا ببقى شايفه وبص على النجم اللي قدامي اللي بيغني، تركيزك كله في عينيك، محتاجين نذاكر شويه اكسبريشن عشان نقلل شويه حركه عينينا وتبقى مريحه اكتر للناس وهي واقفه بتبص علينا. حاجه تانية خلي بالك منها، واحنا بنقفل القفله وانت بتقول يا قمر، مفيش حد بيركز على حرف الراء، يا قمر لحد القفله، فاحنا الحرف الفوال ساكن
هنسكنه ومش هنمده أبدا. الحروف الساكنة عمرها ما بتتمد. المد الحروف المدود اللي احنا عارفينها، غير كده صوت هايل، محتاجين شوية مذاكرة أكتر من كده. ميرسي، شكرا. ميرسي يا مايسترو. ولسه الإبداع مستمر، ومعانا مايسترو الأكاديمية البحرية في اسكندرية الأستاذ محمود أبو زيد. برحب بحضرتك. أهلا بيكي وأهلا بقناتكم دايما داعمة للشباب، وحاجة جميلة بتعملوها مع الشباب، وأتمنى أن الناس كلها تبقى زيك كده وتطلع شباب مصر للموسيقى العربية اللي انتوا بتنفذوها. بس هو الإبداع مش بعيد عن حضرتك يا أستاذ محمود، يعني ما شاء الله. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. عايز أعرف يعني حضرتك طبعا خبرة وباع كبير وخرجت ناس ما شاء الله أجيال كتير جدا، إزاي بتتعامل مع الطلبة الصغننة دي اللي هي محتاجة لسه من أول ألف به؟ شوفي حضرتك، يعني حبي للمهنة اللي أنا بعملها دي بيخليني أتعامل مع كل الأطياف من الأصوات، يعني سمين الأطفال، يمكن أنا برضو في فريق أطفال كتير جدا عندي، وفريق الشباب أنا من نوع الصبور جدا جدا وحمول جدا جدا، وزي ما تعلمت وأنا صغير وتربينا على الموسيقى العربية وعلى فنانين جمال جدا، يعني زي ما حضرتك شفتي النهاردة نحن قدمنا الأصابجي ومحمود الشريف وحلمي باكر وحاجات ناس كبيره كتيره، يعني كبيره، فكان لازم عليا ان انا وانا بادي لاولادي الكلام ده يعرفوا مين الشخصيات دي والجمل اللحنيه، مش يحفظوها لكن يحسوها ويقدروا يادوا الكلام اللي يوصل لقلوب الناس. واعتقد النهارده الحمد لله انا سعيد بما قدموه النهارده، يعني الحمد لله. حضرتك اخذت وقت قد ايه في التدريب معايا؟ احنا بنتمرن باستمرار من شهر 10، ولكن مش على الابداع بس، لكن عندنا حفلات طبعا كتيره، لان انت عارف الاكاديميه على مستوى الجمهوريه عندنا اكتر من 8 مراكز، يعني على مستوى الجمهوريه الاكاديميه، فاحنا بنعمل حفلات للطلبه وعلشان نوعي الطلبه ان احنا عندنا فن جميل وفن هادف. لكن بالنسبه لمسابقه ابداع اعتقد ان احنا بدانا من شهر ونص بس او شهر بس، يعني ما شاء الله عليهم بصراحة. يعني أنا سعادتي لا توصف بهؤلاء الشباب اللي قدروا النهاردة يغنوا من أصعب الحاجات من أصعب الأدوار للأصابجي، يعني حاجة بجد تفرح. أنا سعيد مش عشان أنا قدت الفرقة دي، ولكن أنا سعيد إن شبابنا وشباب مصر بيغني الحاجات دي. تقول إيه الإبداع في الموسم العاشر؟ أقول لهم أنتوا كل سنة بتعملون حاجات جميلة وحاجات جديدة، ويا رب يديكوا الصحة والقدرة أن أنتوا تحتووا الألاف اللي أنتوا بتحتووها من الشباب. يعني أنتوا بتعملوا حاجة بصراحة لو الدولة كلها تنهج هذا النهج أعتقد أن احنا هنكون في مكانة تانية، لأن أنا دايما مؤمن أن الثقافة والفنون هي روح الشعوب، يعني الأوطان ما ينفعش تكون بثقافة، واللي أنتوا بتعملوه ده ما تقدرش تعمله جيوش، لكن تحريك القلوب اللي انتوا بتحركوه ده بالابداع اللي انتوا بتعملوه وتحريك المواهب اللي في الشباب، انا بحييكم جدا جدا جدا، وبحيي معالي الوزير شباب الرياضه على ان هو وسياده الرئيس طبعا ان هو راعي الشباب، يعني فاشكركم. وبشكر كمان الاكاديميه عندنا البحري، دكتور اسماعيل عبد الغفار، دكتور محمد ابو العزم، والناس القائمه على النشاط، دكتور عطف، استاذه هند، استاذه ايمان، استاذه عبير، الناس دي فعلا في ظهر الشباب دول ان هم يوصلوا. ما بنقولش بقى طلبه اكاديميه متدلعين زي ما الناس واخده فكره، لا انا بقول للناس طلبه الاكاديميه المتدلعين النهارده بيغنوا دور للاصابجي، اعتقد فرق كتير من الجامعات ما عملتش الكلام ده، فسعيد بشباب دول، سعيد. وانا سعيده بلقائي مع حضرتك واني شفت ابداعاتك النهارده، ومن ابداع لابداع ان شاء الله، وبشكر حضرتك شكر جزيل. ولسه الابداع مستمر وحلقه جديده مع جامعه اخرى، والى اللقاء. ولسه الابداع مستمر ومعانا اتنين من مبدعي الاكاديميه البحريه في اسكندريه من فرقه الكورال. برحب بيكي واتعرف بيكي. اهلا بحضرتك، انا مريهان ويليام، سنه رابعه اقتصاد وعلوم سياسيه. بس تجربة جميلة، ربنا يخليكي. أتعرف. أهلا وسهلا حضرتك، أنا زياد مصطفى في إعدادي هندسة الكلية العربية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. خليني أبدأ ليديز فيرست، أبدأ بالبنوتة الأول. مريهان، أنتوا غنيت أغنية رائعة الحقيقة، واللي عرفناه إنها من تلحينكم من كلماتكم، فأحكي لي عنها إزاي؟ هي الحقيقة هي كلمات زميلنا يعني أحمد أشرف. الحقيقة يعني هي احنا استغربنا، احنا في الأول مكناش ناويين نعمل حاجة، بس لقينا هو قاعد يتكلم معانا ولقينا هو في كلام حلو وكده، بس عايزين نلحنه يا جماعة وكده، بس فقعدنا نلحنه كلنا، كنا بنعمل الورش، فقعدنا تقريبا قعدنا أسبوع أو 10 أيام قاعدين كل واحد بيقول حتة لحد ما طلعنا في الآخر
الشكل ده. الموسيقار هاني مهنا استغرب جدا من انها تلحين جماعي، ازاي تلحين جماعي؟ يعني هو كل واحد كان بيجرب فهي طلع كده، يعني احنا قعدنا نفكر طب احنا نجيبها من هنا نجيبها من هنا، يعني قعدنا نشوف ازاي نقدر نطلعها بشكل حلو وفي نفس الوقت تبقى نوصل رسالة بيها. يعني انت اول مرة تشاركي في إبداع؟ لا ثلاث مرات، يعني دي الثالثة. قعدتي تتدربي وقت قد ايه على الأغنية اللي عملتوها وعلى الحفل عامة؟ زي ما قلت حضرتك هي 10 أيام تقريبا الأغنية بتاعتنا يعني اللي احنا عملناها. التدريب كان شهر أو شهر ونص، بس احنا أصلا مش بنوقف عامة التدريب خالص في الدراسة، يعني على طول شغالين في الأكاديمية، بنعمل بروفات وبنعمل حفلات. بس بشكرك جدا وأروح لزياد. زياد انت غنيت أغنية النهاردة أمتعتنا بيها، كلمني عن أغنيتك وعن رأي لجنة التحكيم في الأغنية بتاعتك. والله الأغنية كان اختيارها يعني ان انا اغني أغنية زي دي كان صعب عليا ان انا اختار أغنية بالصعوبة دي، وبرده الفنانة أم كلثوم، وكان في زي يعني مشاورات جوايا كده ان انا اختار الأغنية دي ولا غير الأغنية تانية، فاستخرت ربنا يعني واستخرت برده رأي المايسترو، ووصلت ان انا لازم هقول الأغنية دي، وقعدت اتدرب عليها يعني ممكن نقول حوالي 2 شهر بسمع في الأغنية وبغني كل بروفا وبأدي اللي أنا عايزه فيها يعني. شعورك تجاه رأي لجنة التحكيم إيه؟ والله رأي لجنة التحكيم كان يهمني جدا، سواء يعني سلبي أو إيجابي، إن أنا أعرف إن أنا أحسن إزاي لو سلبي، ولو إيجابي ده حافز ليا إن أنا أكمل في نفس المشوار بتاعي. بس أنت أول مرة تشارك في إبداع؟ دي أول مرة ليا أشارك في إبداع. كنت مبدع. ربنا يخلي حضرتك، شكرا لذوقك جدا. انا فخوره جدا ان انا معاكم النهارده وبشكركم شكر جزيل، واتمنى لكم خلي بالكم انتم معاكم مايسترو خرج اجيال حقيقي، اجيال واجيال، فيعني تمسكوا فيه كده لغايه ما تبقوا زي الاجيال اللي خرجها. عموما انا بشكركم شكر جزيل، ولسه الابداع مستمر، ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده، وان شاء الله مع جامعات اخرى في يوم اخر باذن الله. حكايتنا بإذن الله.